المرض المزمن ضيف ثقيل قد يرافق المريض طوال العمر ولا يسعه إلا محاولة التأقلم والتعايش مع الألم والأدوية. ويمثل تشخيص الطفل بمرض مزمن أو إعاقة نقطة تحول في حياته وحياة أسرته إلى الأبد. في فقرتنا هذه راح نتكلم عن كيفية التعامل مع الطفل صاحب مرض مزمن أو إعاقة مزمنة. نرحب في ضيفتنا من استديوهات جدة أستاذ دكتور ريما البدر استشاري طب الأطفال وطب قلب الأطفال والجنين. هلا وسهلا بك أستاذة دكتورة ريما. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لوجودك معنا. بالفعل موضوع جدا مهم عند أي عائلة يكون عندها طفل معاق أو طفل عنده مرض مزمن. في البداية كيف ممكن أصلا هذا الطفل يستوعب أنه هو عنده مرض مزمن يجب أنه يتأقلم معه ويتعايش معه؟ المرض المزمن طبعا كوني انا عندي ثلاثه تخصصات اللي هي طب الاطفال وطب القلب الاطفال وطب الجنين، فبنشوف ثلاثه شرايح من المجتمع. اول حاجه المولود ما بيكون عارف ان هو عنده تاخر، تخلف، استسقاء في المويه، تشوه في القلب، يدين مش مظبوطه، رجلين، اشياء كثيره بسموها تشوهات خلقيه عند المواليد. هذه أولا بيكون العبء كله على الأم. طبعا هنا لازم يعني نقدر المسؤولية الكبيرة جدا. طبعا أنا كمان بشوفهم قبل الولادة، يعني أنا بشوفها وهي حامل بنشخص التشوهات وهي حامل. فتخيلي الأم تجيني مثلا 20 أسبوع 18 أسبوع نقول لها عندي تشوهات في القلب، قدامها كمان 20 أسبوع لما تولد، وبعد الولادة نبدأ في التشخيصات والقساطر والعمليات. فالأم هنا تحتاج دعم مرة كبير نفسي وإن لم تعبر. نعم. الدعم يجي أولا من الزوج، ونعرف إن هي حامل لبيبي عزيز عليها وجزء منها. فهنا نبدأ أولا بالأم إن إحنا نديها السبورت اللازم، وخصوصا الناحية الأسرية عند الزوج وأهل الزوج وأهل الأم. هنا السيكريسي أو عدم إفصاح المعلومات أثناء الحمل جدا مهم، لأنه الصدى بيكون مش لطيف للأم. والله دي حامل بطفل مشوه، والله عنده استسقاء، ولا قالوا ما عنده رجل، والله قالوا. فإحنا ننصح إنه العملية دي تكون حتى بعيد عن الجد والجدة، يعني تكون توتالي بين الزوج وزوجته. وهذا شيء مهم جدا لأنه ده نوع من السبورت للأم وللأب. تخيلي برضو الأب لما يكون جالس في مجلس وبدون ما يقصد أخوه أو عمه، والله سمعنا إن عندك بيبي زوجتك حامل وهجيك تشوه في القلب ثقب، إيش هتسوي؟ نعم. فأول حاجة نبدأ بإنه يكون في نوع من السرية في العائلة. ثاني حاجة نبدأ بإنه نوع من الحب والتقبل من الزوج للزوجة. ثالث حاجة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم. الدين ما هوش يعني كتب ولا صلاة ولا صوم، الدين حياة. فلما الواحد يرضى بقضاء الله، لأن دي دائما يسألون دكتورة مين السبب؟ أنا الزوج الزوجة إيش اللي أعطى هذا المرض؟ فنقول الذي من الله سبحانه وتعالى. وبعدين بعض الأحيان بيكون في أسباب واضحة، في الغالب ما بيكونش في أغلب الأمراض إلا إذا كان في زواج أقارب متكرر، يعني الأم والأب قرايب والجد والجدة قرايب والجد والجدة قرايب، هذه يعني بيكون فيها عامل واضح من الوراثة. فنبدأ نقول إنه الرضاء بالقضاء، وهذا اللي بيسموه الغرب يروح يعمل سايكوثيرابي. نعم. يعني إيه سايكوثيرابي؟ يعني يجلس مع ثيرابيست مش طبيبة نفسية، إنما هي حاجة صحة نفسية. نعم. وانتشروا عندنا دحين مع اختلاف رتم الحياة بيخليك تستوعب وتستقبل المرض ببساطة. لكن احنا نقول من ناحية الإسلامية الإنسان ما يحتاج إلا طبعا في بعض الحالات المعقدة سايكوثيرابي، هو لما يرضى ومن رضي فله الرضا، الله سبحانه وتعالى بينزل السكينة على قلبها. نعم. لأن هي ما لها دور في هذا اللي حاصل يعني. فهنا نقول الناحية الدينية عبارة عن علاج نفسي قوي إذا الإنسان استسلم، وإذا ما هو قادر نعم يشود ask for help، يعني يجيب أحد يساعده تقبل المصيبة. طب ممكن ليه أنا أهتم جدا بالأم الحامل؟ لأنه زي نفسيتها تعبت
المشيمة هتتأثر، الدم هيروح للبيبي، البيبي ممكن ما يكبرش صح مع التشوهات الموجودة. إذا هنا نمبر 1 هي الأم، نمبر 2 الأب، نمبر 3 الانفايرمنت أو العيلة. نعم. ما بعد الولادة برضو العبء على الأم. وهنا هذه النقطة الفاصلة اليوم، يعني الآن في طفل اتولد في العيلة من ذوي احتياجات خاصة أو أنه مصاحب لمرض مزمن، هنا بعد الإيمان بالقضاء والقدر وخلاص احنا تهيأنا وعرفنا أنه في هذا الطفل المريض اللي راح يكون في 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 بيتي، كيف أني أتعامل مع هذا الطفل اللي راح طبعا يغير كل المعايير والموازين في حياتي؟ مثلا بيجينا حاجات بسيطة تعتبر، اللي هو عنده ثقب في الفم من فوق ما هو قادر يرضع مثلا. نعم. فده لو رضعة خاصة. إنما هنا دور التثقيف في المستشفى، وهنا هذا ما يفرق بين الدول المتقدمة والتي أقل تقدما، إنه لازم الأم تجلس في كلاسز قبل ما تطلع البيت كيف تتعامل مع هذا الطفل. مثلا ما قادر يرضع، عنده فتحة هنا الأرنبية وهكذا، أو مثلا عنده شفة أرنبية أو رأسه كبير أو فهنا الثقافة للأم والأب. دحين صاروا في الغرب يدوا الأب زي الأم نفس التريننج، لأنه من ناحية العمل الأم والأب هياخدوا دايز أوف لرعاية، يعني إجازة من العمل لرعاية الطفل. فإحنا قلنا هنا يصير الوعي والاستعداد. ثاني حاجة ask for help. يعني إيه ask for help؟ يعني أنا ماني عارفة، اطلب من المستشفى حد يجي للبيت او اذا مستشفى خاصه، او احنا مثلا بيجينا اهالي البيبي عنده انبوب، الام ما تعرف تغير الانبوب لانه ما قادر يرضع، فنقول له روحي الطوارئ كل 10 ايام يغير الانبوب. اذا هي ما تقدر ولا نجود، يعني ما تقول اقدر، لانه ممكن وهي داخل من الانبوب لا سمح الله تخرم حاجه او يعني يحصل مشاكل. نعم. فتروح تغيرها. هنا الوعي، التنظيم مهم، التعاون من المستشفى او المستوصف. عندنا الحين ما شاء الله في المملكه رعايه منزليه قويه في اغلب المستشفيات الحكوميه والخاصه وكلهم الحقيقه بيروحوا البيوت دحين. نعم. فاذا ask for help او يعني اطلب المساعده من ذوي الاختصاص. بعدين بالاهل، انا عندي بذوره كثير وعندي ولد محتاج من وقتي 60% دحين، مو مثلا 20 زي الثانيين. في الحالة دي أنا مع زوجي أحاول قدر الإمكان أجيب أحد يساعدني، سواء خادمة، ممرضة، أحد تجلس معي. إذا ما عندي القدرة إني أعمل كده أجيب أحد من أهلي، أمي، أمه، أختي، أخته، يتناوبوا معايا. يا جماعة العملية قد تكون شاقة. نعم طبعا، يعني ممكن أسبوع اثنين ثلاثة، لكن بعد كده ما يقدر. أنا شفت أسر حصل طلاق بسبب الطفل المعاق، لأنه الأم بتأثر، يعني بتقصر في بعض المهام الأخرى وبيأثر عليها نفسيا، ما تصير تبتسم، ما تأكل، ما تهتم بنفسها. صحيح. والزوج يمكن ما هو دريان. هنا يعني في حاجة اسمها فاميلي ثيرابي، نجلس الحقيقة دحين مع التقدم اللي احنا فيه والعولمة الكبيرة صار دور للتثقيف النفسي الصحي مرة مهم. نعم. طيب دكتورة خلينا نرجع لموضوع اللي هو الطفل، متى السن المناسب اللي لازم يعرف فيه الطفل انه هو صاحب مرض مزمن وكيف يتعامل معاه، او انه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ مرة مهمة. احنا طبعا عندنا يعني بيج فرايتي، يعني مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة الداون سيندروم. نعم. يعني متلازمة الداون، هذا الطفل بيكون مولود جميل ولطيف وكل حاجة، احيانا بيكون عنده مرض في القلب، لكن بيروح في التأهيل اللي يبدأ بدري مهم جدا، وبالتالي هنا دور المؤسسة التعليمية ان هي بتقدم له الاشياء اللي على قده. نعم. عندك داون ده احسن حاجة عندنا في الاطفال، يعني بياخذوا رعاية. عندك التوحد برضه من الامراض المزمن، التوحد حقيقه بيكون من اصعب 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 الامراض اللي الاسره تواجهها. انا شفت اسر اضطروا للهجره في الخارج عشان يقدروا يعالجوا واحد، في اسر عندهم ثلاثه. فهنا النقطه انه الام تكون تعرف هاو تو بريك ذا نيوز. طبعا انا مثلا تخصصي القلب، الامراض القلب بيكون عنده عمليه اثنين ثلاثه، رايح المستشفى، راجع المستشفى، هذا يكون عقله سليم. ببدا معاه ان انت عندك مشكله وهنحتاج، لازم تشرح للطفل. نعم. ببساطه ان احنا بنروح المستشفى عشان كذا، لازم. الطفل مش لعبه، الطفل عنده وعي مره ذكي، هو الجنين حتى عنده يعني فهم وبعض الاشياء، يعني بلاش ندخل في التفاصيل، لكن بصفه عامه يكون حوار بين الام والاب.
لكن اللي نبغى نقوله انه يعني don't spoil the child، يعني ما تدلعه مره كثير عشان عنده القلب ولا عنده اطراف صناعيه. الطفل لو انت اديته رعايه اكثر من اللازم يشعر انه هو غير اصحابه وغير اقرانه، بل هو اقل، فيبتدي ياخذ البنفيتس او يعني يستغل الموقف. يعني نرجع نقول الام تكون على علم، والاب والاخوه، طبعا الاخوه مره مهمين ان هم يعني don't bully him، يعني ما يعايروه. طب نرجع للمدرسه، هل يروح مدرسه خاصه، يروح الاعاقه، يروح مدرسه عاديه؟ هذه على حسب المدرسه وعلى حسب قبول اداره المدرسه للاعاقه. وبيكون في بعض الناس بترسل مع طفلها الدادة او المربيه معاه في الفصل، اذا مثلا في بعض الاطفال عندهم خراطيم نازله من المثانه، اللي عندهم مشاكل في المثانه، مشاكل في الكلى، يحتاجوا رعايه. المهم انه الطفل يعيش حياه طبيعيه بقدر الامكان، يعني كواليتي اوف لايف، طريقه الحياه تكون بقدر. انا مثلا جينا القصاء، يدخل مثلا عندي طفل عنده بطين واحد، يحتاج 3 عمليات في خلال 4 سنوات الاولى، هذا هيدخل يجلس قد ايه في المدرسه؟ عندك حاجه ثانيه، دحين صاروا يسووا مدرسه داخل المستشفى، دي برضه مره مهمه للاطفال اللي عندهم اعاقه يعني. وعندنا في المملكه وعندنا في الجامعه جروبات تطوعات من الطلبه مره رائعه، يعني خدمه ممتازه. واضح جدا دكتوره. طب خلينا نتكلم على المجتمع وخروج هذا الطفل إلى المجتمع. إحنا طبعا تكلمنا عن تهيئة الأم والعائلة وكيف المفروض أنهم يحتووا في المنزل، وكيف أنه المفروض يتعامل كطفل طبيعي وهو الآن يحمل مسؤولية، وهو عارف هذا الطفل أنه هو مختلف نوعا ما عن أقرنائه. المجتمع قد يقود قاسي في حكمه، قد يقلل من شأن هذا الطفل، قد يعني يهمش هذا الطفل. كيف المفروض المجتمع يتعامل مع الطفل، وكيف أنا كأم وكأب إني أخلي طفلي يطلع للمجتمع، أفتخر فيه، أعامله بطريقة طبيعية وعادية، وأخلي المجتمع يتقبل هذا الطفل؟ قبل المجتمع عندك مدرسة، المدرسة مرة مهمة. نعم. المدرسة مراحل الإعدادي والثانوي بيحصل أحيانا تنمر على الأطفال دول. نعم. فهنا لازم إذا كان مدرسة طبيعية، يعني مثلا الطفل اللي عنده شلل مخه سليم 100%، طبعا ما عنده مشكلة، انما ما هو قادر. احنا كان في كليه الطب معنا زميله عندها شلل، فكنا واحنا رايحين الفصول بعيد واحد او اثنين يمشي معاها بحيث انه ما تشعر انه هي اقل من الباقي. هنا تعاون الزملاء، طبعا الاطفال اللي نظرهم ضعيف بيكون لهم اسلوب ثاني برايل او على حسب ضعف النظر. نعم. الاطفال اللي لهم اطراف خاصه، المهم ان يعني المرحله قبل خروجهم للمجتمع مرحله المراهقه والسبورت اللي يجي المراهقه والاحساس، لازم تدي لهم سيشنز او جلسات نفسيه تقويه ان هم يشعروا ان هم عضو فعال في المجتمع. نعم. ثاني حاجة أني أنا أدي له الفرصة هذه أن أحسسه أنه هو غير معتمد علي. طبعا أنت مثلا لك مهمة في البيت، اليوم هتساوي كذا، اليوم هنعمل كذا، هنخرج مع بعض. بيكون الخروج والمسؤولية تحت رعاية الأهل أولا، يعني مثلا يروح يعملوا شوبينج، يروح السوق، تشوف كيف تصرفه أو تصرفها والفلوس وكذا. احنا نتكلم عن داون سيندروم، دائما يحتاجين رعاية، بس مع التدريب، وفي منهم دائما عندنا حاجه سبيكتروم او في يعني درجات من الطفل المنغولي. المهم ان تحت رعايه الام يطلع ويرجع، وطبعا بتكون دي نقطه مهمه، والخروج والصلاه، هذه كلها تريننج، نشوف قد ايه الطفل بيستوعب نظافه البدن. بعدها بيكون نفس يعني تقريبا مستعد بنسبة 50-60% للمجتمع. نعم. فما بعد توجيهي، هنا النقطة، خلاص الشاب طلع وعرف انه هو عنده حاجة مختلفة عن غيره. مثلا نتكلم على اللي عندهم القلب، في كتير عندهم القلب عمل عمليات وصاروا دخلوا صمموا يدخلوا كلية الطب ودخلوا، وفي منهم خرجوا، وفي منهم دوبهم كانوا بيقولوا على شاب في امريكا صار يعني اخذ البوردز وصار عنده طبيب قلب. اذا دول بيكونوا احن الناس واعلم الناس على المرضى. الطفل عنده السكر، طبعا السكر مره مهم يا جماعه، لان عندنا نسبه عاليه في المملكه من السكر نمبر 2 نمبر 1. نعم. الاطفال بتوع السكر ده، يعني تخيلي احنا الكبار
تيجي فترة يقول لك ماني ما ابغى الإبرة، انا مليت ما ابغى. دول كمان في فترة بيرفضوا العلاج. نعم. فيحتاجوا خصوصا عند ال 11 ل 15 منهم كتير بيرفضوا الإبر، بيدخلوا بغيبوبة سكر. المهم ان احنا مريض السكر برضو لو احنا عملنا له سبورت وتوعية ونظام بيوصل لأعلى درجات التعليم، وفي طبعا أطباء عندهم السكر وبيعالجوا مرضى السكر. فهذه ليست الإعاقة، هي الإعاقات الكبيرة اللي هو مثلا ما يقدر يمشي، فهمه ضعيف، هذه بيكون في مؤسسات وموجود منها في المملكة، لأن هم يا إما يكملوا تعليم خاص بعد التوجيه، أو هو من الأول عنده تعليم خاص، أو يدخلوا مؤسسات تأهيلية لهم راتب فيها. يعني في الغرب كل مؤسسة لها نسبة تعيين معاقين في المؤسسة، وهذا أعتقد صار عندنا برضو في بعض المجالات، إنه إذا قبلوا ياخدوهم بيكون لهم يعني بونس إذا أخدوهم. نعم. فإذا العملية أول حاجة الأم، ثاني حاجة الأب، ثالث حاجة الأسرة، رابع حاجة المجتمع، خامس حاجة التأهيل. نعم دكتورة ريما، يعني بالفعل موضوع جدا مهم، ويعني ما شاء الله وفيتي وكفيتي وشرحتي فيه بتفاصيل أستاذ دكتور ريما البدر. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. ومشاهدينا طبعا في ختام حلقتنا اليوم أكيد أحب أذكر وأشكر الأسر المنتجة اللي اليوم يعني أعطتنا هذه الأشياء الجميلة واللطيفة جدا، سينيبون 111 على هذا الذوق وهذا الجمال وعلى هذا الأعمال جدا نفتخر فيها بين كوادرنا الوطنية بنات هذا الوطن. شكرا لكم، وبكذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. انتظرونا غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.